صباح الخير على حضراتكم واهلا بيكم في فقرتنا الطبيه، الفقره اللي متعودين دايما نقدمها لحضراتكم في اخر فقرات صباحك عندنا. والنهارده معانا دكتور رندا الشافعي، اخصائي الجلديه والليزر بمركز جرين. والحقيقه احنا متعودين مع دكتور رندا بنتكلم عن الجمال ولكن بشكل مختلف، والنهارده كمان فقرتنا مختلفه لان دكتور رندا هترد على كل الاسئله والاستفسارات اللي حضراتكم بتبعتوها لنا وبتسالوا دايما عن مشاكل البشره والشعر. هنجاوب عن كل الاسئله دي، بس خلونا في البدايه نرحب بضيفتي وضيفت حضراتكم النهارده دكتور رندا الشافعي، اخصائي الجلديه والليزر بمركز جرين. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورانا النهارده. صباح النور يا بوس. دكتور، يعني من اغلب الاسئله اللي جات لنا الحقيقه السؤال عن الفيلر. ناس كتير مش عارفه اذا كانت الفيلر دي ماده طبيعيه ولا لا، وناس كمان بتسال ليه الفيلر بالتحديد بيتسمى ماده مالئه. طيب خلينا نوضح للناس، عشان برضو هو في برضو مشكله في حته ان احنا ما بنفهمش يعني هعمل بوتوكس ولا هعمل فيلر. صحيح. يعني ساعات كتير قوي يجي مثلا يا دكتور انا عايز اعمل خدودي بوتوكس. لا هو مش بوتوكس يا جماعه، هو فيلر، عشان كده سميناها الماده المالئه. تمام. يعني هي بتعوض النقص الدهون اللي بيحصل، احنا بنعوضه بماده الفيلر. اوكي. بعدين زمان كان الفيلر مش طبيعي، لكن دلوقتي الفيلر في منه اورجانيك وفي منه حاجه اسمها فيلر امبلانت، ده اورجانيك 100%. تمام. فما بقاش فكره ان احنا عندنا فيلر مش طبيعي، لا ما بقاش موجوده. يعني الفيلر اللي موجود دلوقتي هو ماده طبيعيه. ماده طبيعيه كلها. تمام. ما بتدخلش، يعني ما بتخشش ان يبقى في رياكشن ما بينها وما بين الجسم، بتبقى طبيعيه وبتتعامل مع الجسم طبيعي جدا وبتبدا تتحول لدهون طبيعيه جدا. تمام. يعني عشان كده هو بيتسمى ماده مالئه، ان هو بيعوضنا عن الدهون اللي فقدناها. بالظبط كده. طب دكتور، برضو الناس بتتكلم عن الوش اللي بيبقى رفيع قوي، وخصوصا الناس اللي بيبقى عندها مشكله في، يعني هو الوش المنحوت اكيد موضه واكيد هو ستايل، بس منحوت لدرجه ان عظم الوش بيبان، الوش ما فيهوش يعني الخدود مش بارزه، تقطيع الوش مش بارزه. بنات كتيره عندها المشكله دي، وشها منحوت ولكن مش متقسم زي ما بنقول. هو حسب، يعني زي مثلا ساعات بلاقي وش مثلا ممكن يكون العظمه بارزه قوي. تمام. تمام. بس صحيح. من هنا رفيع جدا. تمام. انا كجمالا مش بحب املى ده. كجمالا ما بحبش املى ده، بعمل حاجه ثانيه حلوه قوي. دايما عشان بيعمل لي الاختلاف ده ان لازم العظمه هنا تبقى قد العظمه هنا. تمام. تمام. علشان اقدر احس ان الوش كله بقى مليان، ما بملاش هنا لان هنا هياخد كميه كبيره قوي ومش هيبان ان هو طبيعي. تمام. ببدا ان انا امشي على عظمه الدقن. واحدد الدقن اكتر. تمام. يبدا يديني عرض فيبدا يخلي الوش كله يبان عندي ان هو مليان. تمام. فبيحصل تناسق ما بين اللي فوق واللي تحت، يعني هي في مقاييس. مقاييس. بالظبط كده. تمام. فانا لو عندي خدود مثلا بارزه اوكي وجات لي بتقول لي لا انا عايزه وشي يملى، وش يملى، انا مش هملى هنا فيلر. مبدئيا هياخد كميه كبيره جدا، ثانيا انا هحس ان هو مش طبيعي، ثالثا يعني مش حباه، لان احنا اصلا دلوقتي بقينا نتجه ان احنا نعمل كونتور بالميك اب. صحيح. فطبيعي ان انت هتبقي متجهه برضه ان انت الكونتور ده يبقى طبيعي عندك من غير ميك اب. حقيقي. لما احدد الدقن لا تبدا طبعا تبرز معايا اكتر، تبقى احسن بكتير. تمام. يعني احنا يعني بنحل مشكله الخدود، بس لازم يكون في تناسق ما بينها وما بين باقي الوجه. طيب دكتور الشفايف كمان هنا بنقدر. لا بصي، الشفايف دي عشان الطلب مني فيديو ليها. طيب الشفايف دي يا جماعه بتاعت ممثله مشهوره عشان نبقى واضحين فيها. طيب. تمام. اللي هي بيبقى فيها أسمى من النص. اها. فالناس قالوا لي طب يا دكتور هي بتتعمل ازاي؟ لا هي سهله جدا. تمام. احنا يا دوب بس يا ممكن اعمل كمان الاسمه دي بايديا، يعني انا ممكن اعملها كده من غير ان انا احط حاجه. اعمل بيها وبملى المنطقتين، الجنب ده الجنب اليمين والجنب الشمال، فبيبدا يحصل عندي فصله في النص. تمام. فهي بتبقى عشان مطلوبه كتير، فانا قلت ان احنا نعمل فيديو كده سريع عليها. بنملاهم فيلر. بنملى فيلر. تمام. تمام. بس الفكره في الشكل. ان الاشكال كتير. تمام. فممكن تلاقي حد مثلا جايب لي على الموبايل صوره حد انا عايزه زي دي. تمام. طبعا حسب شفايفها، يعني مش كل الشفايف ينفع تبقى لايقه على الشفايف بتاعتنا او على ملامحنا او على ملامحنا. صحيح. بالظبط كده. ما ينفعش اعمل دي مع الشفايف العريضه قوي او اللي هي اصلا قطرها او عرضها واسع، لا ما ينفعش. اللي عرضها واسع لازم ابتدي ان انا املاها من النص، بس بتعمل الهارت شيب. اوكي. لكن في شفايف ثانيه بتكون صغيره بتكون مساعداني شويه. في شفايف ما بتدينيش مساحه، في شفايف بتديني مساحه، حسب كل واحد. في مقاييس اساسا يا دكتور للشفايف ما نقدرش نتخطاها حتى لو الحاله نفسها عايزه كده؟ بالظبط يا بوس، لان هي لازم تبان ان هي مش ارتفيشال. صحيح. تمام. وعلى فكره ما بقاش في حد بيبقى عايز يبان ارتفيشال. لا يعني الحمد لله كلهم بلاقيهم في الاخر لا صح يا دكتور عندك حق.
طبعا احنا دايما بنسعى للجمال لكن في حدود ان يبقى شكلنا طبيعي، يعني بنحاول نوصل لجمال بشرتنا اللي كنا عليه قبل كده. بالظبط. طب دكتور برضو من المشاكل كتيره قوي ناس كتيره بتواجهها وخصوصا السيدات بيعانوا منها كتير جدا، مشكله سقوط الجفن. سقوط الجفن مع سقوط الحاجب بيأثر على شكل الوش جدا، كمان ممكن يأثر على الرؤيه نفسها، ازاي بنقدر نحل المشكله دي؟ بصي هي درجات. طبعا يعني ايه؟ يعني انا لو سبت نفسي للاخر اوكي كده انا هخش جراحه. في حالات انا ما بعرفش اعمل معاها حاجه او بيبقى تحسنها مش كتير. تمام. لازم تبقي وكمان الدكتور لازم يكون واضح مع المريض. صحيح. فساعات لما بلاقي ان الحاله لا مستدعيه جراحه بقولها بصراحه انت مستدعيه جراحه لان الموضوع تطور قوي. اوكي. لكن نتكلم عن الحالات اللي بتلحق نفسها او في الوسط ما بين الاثنين، لا دي بقدر ان انا اعملها خيوط. تمام. لو هي مش حابه البوتوكس، عشان في ناس ما بتبقاش حابه البوتوكس لان هي بتقول انا هغير في شكل ملامحي، لا. تمام. احنا بنرجعها زي الاول بالظبط بس عن طريق الخيوط، ان انا ببدا اشد الجفون نفسها برفعها لفوق. طب دكتور في يعني في مثلا علامه معينه تخلي السيده تعرف ان يعني جفونها ابتدت تتساقط او في مرحله ان هي تتساقط فيه؟ بصي هي مبدئيا بتبقى حاسه بنفسها. اوكي. بتبقى في فرق واضح بالذات لما بتبص على شكل وشها، الجفون لما بتبدا تنزل بتبقى باينه جدا. تمام. غير كده لو انا مسكت الجلد ده وطلعته بايدي كده لبره كده لا خلاص كده مرحله تهدل جامد كمان. تمام. وفي بيبقى ناس عندهم العلويه والسفليه الاثنين بقدر اعمل لهم خيوط. تمام. لكن لو تعدوا المرحله بيبقى لا تدخل جراحي على طول. احنا كنا لسه هنتكلم عن مشكلة طبعا الجفن السفلي، بيتعالج بنفس الطريقة كمان دكتور. الجفن السفلي مش بس بيكون فيه تهدل او خطوط او كذا، كمان ممكن بيكون فيه انتفاخات. بنحله بنفس الطريقة يا دكتور؟ ما هو بصي هقولك على حاجة. بصي لو فيه انتفاخات، فيه انتفاخات عالية. تمام. يعني هي بتلاقي ان تحت العين اعلى بكتير من العين نفسه. تمام. دي ساعتها هقولك انتفاخات، دي فيه هنا دهون. صحيح. وزمان كانوا بيعملوها جراحه عن طريق ان هم يشفطوها ويشدوا الجفن، لا احنا في مواد دلوقتي بتقدر تدوبها زي ما بتدوب الدهون بتاعت الجسم، في مواد بتدوب الدهون اللي تحت العين مخصصه ليها بالظبط. اوكي. تمام. في مرحله ثانيه، في مرحله ان الانتفاخ ده جاي من كتر التهدل اللي تحت العين. تمام. انا ممكن اتدخل بالفيلر، وفيلر برضو مخصص للعين عشان مش اي فيلر بيتحط تحت العين. طيب هنا ممكن اتدخل بالفيلر، ممكن اتدخل بالبوتوكس في التجاعيد الكتير. لقيت الموضوع تطور معايا قوي يبقى هتدخل هنا بالخيوط. تمام. وساعات سقوط العضلة بتاعت الخد ذات نفسها هي اللي بتعمل لي المشكلة دي، السقوط للجفن السفلي. يعني انت لما العضلة دي تنزل فبتلاقي بالتالي حصل. صحيح. بالظبط. مجرد ان احنا بنرفع العضلة دي مكانها بيبدأ الشكل كله يتحسن من اول وجديد تاني. تمام. طب دكتور احنا قلنا الوجه كله الحقيقة ليه مقاييس، بس في ناس كتيرة قوي بتشتكي من موضوع كبير وخصوصا الناس المليانين شوية، وفي ناس الحقيقة ما بيكونوش مليانين لكن عندهم المشكلة دي، مشكلة الدهون اللي بتبقى أسفل الرقبة أو زي ما بنقول عليها اللغد. لو المشكلة دي طبعا يعني عايزين ليها حل، بس في مقاييس معينة على أساسها لو جات لحضرتك حالة عايزة تتخلص من دهون أسفل الرقبة أو اللغد بنحل بيها المشكلة دي؟ يعني تقول لها أنت هنعمل كذا عشان المفروض مع وشك ينفع كذا. هقول لك يا بصي هي مش بتبقى قوي كده لان كلنا بنبقى عايزين الرقبه المنحوته. صحيح. تمام. هي الفكره مش في كده، الفكره في ان عندي نسبه الدهون اللي موجوده قد ايه. وفي ناس بالوراثه اصلا بيكون عندهم عضلات نفسها واخده الكيرف بتاع اللغد. تمام. اوكي. دي حاجه ثانيه. طيب لو انا عندي دهون موجوده مش تهدل بس، لازم ادوب الدهون دي الاول. تمام. تمام. لازم ادوب الدهون بعدين ان انا ابدا اشدها. لكن لو عندي اوريدي ان مثلا حد يكون تخين وخس او حد كبير في السن اوريدي التهدل ظهر عنده نتيجه تهدل وشه عموما، لا دي عادي بنقدر ان احنا ننحتها ونبدا ان احنا نوصل للشيب ده. طيب الجراحه عيوبها ايه في الموضوع ده؟ الجراحه اولا ما بتوصلش للشكل النهائي اللي احنا بنبقى عايزينه. من ناحيه تمام. ايه؟ من ناحيه ان احنا ما بنقدرش ان احنا نخيط من هنا، احنا بنشد بنشد ونخيط من تحت الدقن بالظبط، فاوريدي ما بيعملش الفصله اللي بتكون موجوده في الرقبه الطبيعيه. تمام. ده عيب اول حاجه الجراحه، غير طبعا الجرح، غير قصه ان هو بنقعد ورم كتير وقصه كده. طيب كان الاول الجراحه كان بيفتحوا وبيشيلوا الدهون الزياده بعدين يبداوا يشدوا. لا الموضوع بيبقى اسهل شويه، انا حتى لو عندي دهون انا هبدا ان انا احقن الدهون دي وادوبها، بعد اسبوعين ببدا ان انا اشدها بالخيوط. صحيح. خمس دقايق في 10 دقايق بعد كده. تستمر قد ايه بقى يا دكتور؟ لا الرقبه احلى حاجه فيها ان هي على طول موجوده معانا لغايه ما نحصل تهدل تاني. تمام. يعني بتهيألي الفرق واضح جامد. اها.
طب دكتور يعني اللغدة او التهدل بس هنا لازم يكون واضح ان احنا لازم هنا تدخلنا وعملنا الوش كله عشان افهم الناس في حاجه، يعني ما ينفعش حد يجي يكون وشه زي كده ويجي يقول لي انا عايز اشد رقبتي، مش هينفع. الوش كله متهدل، الوش كله متهدل، والتهدل اللي فوق ده هو مزود لي التهدل بتاع رقبتي. فانا لو عملت الرقبه من غير ما اعمل الوش اوريدي هيكون برده في تهدل، فما ينفعش يا تطلع كامله ما تطلعش خالص. صحيح. يعني ينفع اعمل خدود بس، لكن ما ينفعش اعمل دقن. ما حددتش الدقن وانا الخدود عندي متهدله، طب ازاي؟ ما هو ده هيسبب التهدل بتاع ده. تمام. نفس الحكايه في الرقبه. يعني ابدا من فوق اوكي لوحده، لكن ما يبداش حاجه من النص او من تحت. صحيح. طب تمام دكتور، يعني من الاسئله الكتيره اللي جات لنا ان الخيوط العلاجيه يعني ليها طفره وسيط قوي جدا في مجال التجميل، الناس بقى بتسال انه ليها استخدامات تانية غير علاج التجاعيد؟ بصي، اولا هي بتشد عموما في الجسم. تمام. يعني ايه؟ يعني مثلا لحد اللي يكون عنده تهدل بس بسيط، عشان هو درجات، انا كلامي واضح، اللي عنده تهدل مثلا في منطقه البطن تمام، نتيجه ان هو خس او حصل شفط للدهون وبدا هي مش محتاجه تعمل شد، بنقدر هنا ندخل بالخيوط ونبدا ان احنا نشد الجلد ده تاني. الحلو في الخيوط ان هي لما بتدوب اوريدي بتعمل ريجوفينيشن، يعني ايه؟ بتجدد الخلايا من اول وجديد وتخليها تلتئم. فاللي عنده مثلا ستريتش مارك، خطوط ما بعد الولاده او نتيجه ان انا كنت تخينه وخسيت، الكلام ده كله بتروح عن طريق الخيوط. تمام. عندك مثلا ان احنا ممكن بنتدخل بالخيوط ان احنا بنبدا ان احنا نرفع الباتوك او منطقه المؤخره، بس برضه درجات. تمام. طبعا هي ما بترفع العضله بيبدا الشكل كله يتغير. عندك ممكن التهدل بتاع منطقه الثدي، بس برضه درجات. صحيح. مش كل الدرجات، يعني ما ينفعش يكون الحجم كبير فابدا ان انا اشده، لا، هنا هتدخل جراحه، لكن ممكن يكون الحجم متوسط، فمن بعد الرضاعه بيحصل ان يحصل فيه ايه؟ بيحصل ان هو بينزل عن مكانه الطبيعي شويه، ممكن هنا الخيوط تتدخل وتبدا ان هي ترفعه تاني. تمام. لا، الخيوط ليها استخدامات كتير قوي، بس حسب ما انت بتوظفيها فين. تمام. دكتور برضو من الاسئله لحضرتك، يعني هو انت اتكلمتي عنها لكن بطريقه سريعه، انه الخطوط البيضاء اللي بتحصل للسيدات بعد مرحله الحمل والولاده، عايزين يعرفوا ازاي بيتم علاجها بالخيوط العلاجيه. طيب انا هتكلم دي بوضوح قوي عشان هي صعبه بالظبط، وعلاجها رزل زي ما بيقولوا وبياخد وقت. تمام. مبدئيا وانس ان انا بطني بدات تكبر وانا حامل، لازم ابدا ارطب جلدي يوميا. تمام. حتى لو بزيت زيتون. اي مرطب قدامي احطه على جلدي. تمام. طبعا ده بيوفر لي معاناه كبيره جدا، بيخليني ممكن ما اتعرضش اصلا للمرحله دي. طيب. صحيح. هنقول الناس اللي تعرضت من بدايه الحمل يا دكتور، اول ما بطني بدات تكبر. تمام. خلاص كده انت عملتي وقايه لنفسك ان ما يحصلش الحاجه دي. أوكي. تمام. طيب خلاص انا حصل لي واللي كان ودلوقتي عايزين نحل المشكله. اوكي. طب حسب برضو الجلد اللي قدامي. تمام. في حالات بتستدعي ان انا احقن واعمل بلازما. أوكي. وارطب الجلد يوميا وخيوط. تمام. كل ده اسئلتي مع دكتور حد يعني في الجراحه عموما. طيب قال لي ايه؟ قال لي انا جربت احقن دهون فيها برضو ما بتعوضش. تمام. يعني ايه الخطوط دي؟ اساسا نتيجه فقدان دهون ولا فقدان امسجه؟ تمام. من هنا اخذت الفكره بتاعت الخيوط ازاي تعالج الاستريتش مارك، ما هي اوريدي بتكون لي انسجه عشان صحيح. تربط عشان تربط العضله تاني مكانها، هي بتكون انسجه، هي بتعمل شبكه كده بتدعم الجلد. برافو عليكي، وده اللي انا محتاجاه. صحيح. فعملنا، بدانا ان احنا نعمل الاستريتش مارك، بدانا في الخيط نفسه نبدا ندخل فيها خيوط بس صغيره طبعا على قدها. تمام. بدانا ان احنا نشوف بعد اول شهر فعلا ازاي ان هي بتقدر تلم، فمبقاش في مشكله في الاسترتش مارك دلوقتي. تمام. بس زي ما قلت لكم، هي نصيحه مني ان احنا نبقى من الاول في وقايه منها، مفيش خلاص بس ليها علاج دلوقتي. تمام. طب دكتور احنا هنكمل اسئلتنا، بس برضو كل ناس وكل مشاهدي صباحك عندنا بيسالوا عن عروض ده مركز جريم، بيكلموني كان في عروض ده في شهر مارس، يا ترى العروض دي مستمره معانا ولا لا؟ هي يعني قريب خالص علشان طبعا شم النسيم. تمام. وبرضو هكمل العرض بتاع الخيوط ال 50%. تمام، حلو جدا. دكتور بقى نرجع ونتكلم عن التجاعيد، وزي ما اتكلمنا في أول الفقرة خالص، اتكلمنا من ناس كتيرة لسه مش عارفة إيه الفرق ما بين البوتوكس والفيلر، عايزين حضرتك تقول لهم إيه الفرق ما بين البوتوكس والفيلر، وإيه المناطق اللي لازم يتحقن فيها بوتوكس والمناطق اللي لازم يتحقن فيها فيلر.
طيب خلينا نوضح للناس كده بطريقه بسيطه قوي. لو انا واقفه قدام المرايه تمام وبدات احرك ملامح وشي، يعني ايه؟ يعني ارفع حواجبي لفوق، اكشر، اضحك، وبدا يظهر عندي خطوط وانا بعمل الحركات دي. تمام هنا دي في مرحله الدايناميك اللي هي مرحله الحركه. تمام. دي ساعتها انا محتاجه بوتوكس عشان اشيل الخطوط دي، انا محتاجه بوتوكس. تمام. طيب ما عملناش البوتوكس وسبناها، بتتطور المرحله دي ويبدا يحصل فقدان اصلا في المنطقه دي. هنا ممكن اتدخل بالفيلر. يعني ايه؟ يعني مثلا 111 دي لو انا ما عالجتهاش من الاول اوكي بتبدا بعد فتره تسيب علامه مكانها. بتبقى ساعتها استاتيك، ثابته مكانها. صحيح. هنا هتدخل بالبوتوكس وبالفيلر الاثنين. تمام كده. طيب الفيلر بقى يا جماعه منطقه انا اوريدي فقدت فيها او حاسه ان هي عندي فيها ديفو. تمام. لو مالت شويه هتبقى احسن. زي ايه مثلا؟ زي الخدود، زي ما قلنا من شويه ان احنا بنقدر نحدد منطقه الدقن. زي الشفايف، زي تحت العين. كل المناطق دي ممكن ان انا اعمل فيها سوري المناطق دي ممكن اعمل فيها فيلر. تمام. الايد اعوض مثلا عايزه احقن دهون في الباتوك في المؤخره. كل الكلام ده ممكن ان انا احقن فيه فيلر. تمام. منطقه السمانه او زي ما بيقولوا بنسميها الرجل الرفيع او العرقوب بتاع الرجل، بنبدا ان احنا نعوضها كلها بفيلر. تمام. طب البوتوكس يا دكتور ليه استخدامات تانية غير علاج التجاعيد؟ طبعا. وعمل طفره في موضوع العرق الزائد او التعرق الزياده يعني. طيب هو عن طريق ايه؟ ان احنا بنوقف او بنخلي الخلايا اللي بتفرز العرق بتقل. بتخلي مفعولها يقل. فمره عن مره يعني مثلا ممكن اعمل زي مثلا 3 مرات ورا بعض كل سنه او كل 8 شهور بيحصل ان الموضوع بينتهي عندي نهائي. تمام. هي فيها هايبر اكتف يعني ايه؟ عشان افهم الناس، في تعرق زائد. تمام. فحصل هايبر اكتف في الخلايا دي خلاها تفرز بزياده، فاحنا بنخليها تهدى تاني. بس الموضوع امن جدا ما فيهوش اي مشكله. تمام. دكتور برضو من الحاجات اللي كتير قوي اتكلمنا عنها بس الناس برضو لسه مستغربها يا دكتور، اتكلمنا كتير عن البي ار بي وقلنا يعني ان هو طفره في التجميل لدرجه ان احنا بنقول ان احنا لو ما عندناش مشكله محتاجين كل فتره نعمل جلسه بي ار بي للحفاظ على جمالنا. عايزين بقى حضرتك تكلمي الناس عن اهميه البي ار بي. طيب حتى لو للوقايه يعني. بالظبط كده، للوقايه. ليه؟ لان احنا بنتعرض للشمس، اكلنا مش مظبوط، وما بنحطش سان بلوك باستمرار، بشرتنا عموما على طول مرهقه، ما فيش حد دلوقتي بشرته مش مرهقه. تمام. ايه اللي بيحصل؟ طيب البي ار بي دي بتعمل ايه؟ يا جماعه البي ار بي دي بتخلي الكولاجين يرجع يفرز تاني في بشرتنا. زي الاطفال، زي البيبيهات بالظبط. طيب بتعمل ايه تاني؟ بتعمل غير الريجوفينيشن اللي هي بتعمله، هي فيها مالتي فيتامينز، حاجات طبيعيه من جسمك، بتعوض البشره بكل حاجه هي ناقصاها. تمام. انا بدات اشوف يا بوسي ان من بعد التاني جلسه او تالت جلسه بالكتير بلاقي البشره بقت متوحده. تمام. كاننا بالظبط حطينا فاونديشن ووحدنا بشرتنا كلها. تمام. فبتبقى حلوه قوي. بتعوض جامد موضوع الهالات السوداء. بس بس هنا في كلمه لازم اقولها، لازم نكون احنا اوريدي ملتزمين. يعني نومنا مظبوط، ما بنشربش كافيين كتير. تمام. التدخين، التفكير الزائد، الكلام ده كله يا جماعه بيعمل ارهاق على بشرتنا جامد. هنقدر نعوضه ونشيله بالبلازما، عشان كده احنا بنقول البلازما دي وقايه للشيخوخه او وقايه ان احنا نخلي بشرتنا على طول. صحيح. شباب. دكتور رندا الحقيقه احنا مبسوطين جدا بوجودك معانا واستفدنا كتير وجاوبنا على معظم الاسئله اللي الساده المشاهدين بعتوها لينا، لكن للاسف وقت فقرتنا انتهى. بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي دكتور رندا الشافعي اخصائيه الجلديه والليزر بمركز جرين. بشكرك مره ثانيه يا دكتور. ميرسي يا بوس. مشاهدينا الكرام فقرتنا الطبيه انتهت وانتهت معاها اكيد فقرات صباحك عندنا، لكن حالا هنسيب حضراتكم مع تقرير مع مركز جرين وهنرجع تاني. يعني احنا مصممين قبل ما نختم ان احنا حضرتك تعلق لنا عن التقرير ده وازاي عالجنا البشره بالفيلر. بالخيوط يا بوسي. بالخيوط. شفتي اللغد لما شد معانا لما احنا رفعنا فوق؟ انا ما حطيتش هنا حاجه في اللغد خالص. تمام. انا مجرد ان انا رفعت عضله الخد ومنطقه الدقن رفع لي اللغد اللي كان موجود. عشان كده اوضح للناس ان هو ما ينفعش اجي اقول انا عايز اعمل رقبتي وانا عندي تهدر فوق. تمام. او في منطقه الدقن. احنا كنا شايفين علامات، العلامات دي معناها المناطق اللي لازم تتشد او لازم تتعالج. احنا كنا موضحين الساد سمايل. الساد سمايل دي نتيجه التهدر بتاع العضله. بيبدا ان هو يعمل لي خطين كده تحت بنسميها الساد سمايل. تمام. فكنت عامله بوينتس عشان اوضح للناس، هي البيشن وشها حلو خفيف زي ما بيقولوا، فهي عشان هي لحق نفسها من الاول. فعملت علامتين عشان اوضح للناس الفرق ما بين لما شدينا هنا وسيبنا ده ما شدناهوش. فبدا ان دي نازله لتحت ودي اترفعت تاني مكانها فوق. تمام.
دكتور، يعني قبل التقرير كنا بنتكلم عن الهالات السوداء، ليه الهالات السوداء شويه بتبقى محتاجه التزام ومتابعه ومحافظه وعنايه يعني؟ ليه بقى؟ لان هي مشاكلها كتير، اسبابها كتير قوي، وطبعا بنتعرض ليها على طول. زي ايه مثلا؟ زي ان احنا لازم يا جماعه يبقى اكلنا منتظم شويه، نهتم بالفاكهه شويه، تمام؟ عشان دي فيها فيتامينز احنا محتاجينها قوي. طيب ايه الحاجه التانيه؟ النوم، القلق، التوتر، الارهاق، التفكير. في ناس من النوع اللي بتنام بس دماغها شغاله، طبيعي دي لازم تلاقي عندها هالات وتلاقي عندها حاجات كتير. ممكن شخص يجي لي ما يكونش اصلا مدخن ولا اي حاجه ويكون عنده الموضوع ده، بس نتيجه الضغط بتاع شغله مثلا بيعمل كده. فهي الهالات شويه متعبه في الموضوع ده، هي محتاجه عنايه اكتر بس بتتعالج. تمام دكتور، احنا كده استغلينا حضرتك على قد ما نقدر، علقنا على التقرير وقلنا الاسئله كلها اللي جات لنا. بشكرك جدا دكتور رندا الشافعي، اخصائيه الجلديه والليزر بمركز جريف. بشكرك مره ثانيه يا دكتور. ميرسي يا بوسي. مشاهدينا الكرام، بكده فقرتنا الطبية انتهت، وانتهت معها أكيد فقرات صباحك عندنا. بنتمنى لحضراتكم يوم سعيد وموفق، لكن قبل الختام هنسيب حضراتكم مع تقرير مع دكتور مريان نادر، أخصائية الجلدية والليزر بمراكز نبض. نسيب حضراتكم مع التقرير ونشوفكم على خير بكرة إن شاء الله.